صباح الخير. اليوم شفت ساعتي التوقيت تبعها غير ساعة التلفون غير الساعة الثانية، فكرت انه فيها مشكلة. طبعا ناسي انه في تغيير لتوقيت. فأنا بالنسبة إلي يعني عندي هم في تغيير الساعات. يعني هاي ساعة، طبعا هاي سوني غيرتها هلا، هاي ساعة ثانية، هاي ساعة طبعا فيها رطوبة ودرجة حرارة، وساعة هاي مش ساعة، هاي فيها برضو درجة حرارة ورطوبة. هاي ساعة برضو هاي بدها تغير، لسه ما غيرتها. نكمل مسيرتنا. هاي ساعة، هاي ساعة عند المغسلة، هاي ساعة بالحمام. يعني هدول الهم. هاي ساعة نكمل في المطبخ. لا هاي ساعة، هاي ساعة. في أحيانا يعني بترك الساعات، بحكي خلص لما يرجع يتغير التوقيت. يعني هاي ساعة. يعطيكم العافية.